صباح الخير، مرحبا بإذاعة الشباب. يعني هو المنتدى بالطبع للشباب، هو طلبة متاعنا، هما المنظمين الأولانيين متاعه. هي فرصة سنوية في كل أول ديسمبر من كل عام ننظم المنتدى هذا باش نقربوا المدرسة بالمحيط الصناعي والاقتصادي. نستدعوا يعني ناس من جميع أنحاء العالم باش يقدموا آخر تطورات في مجالات الهندسة والتكنولوجيات. السنة باش تحدثوا برشا على الذكاء الاصطناعي وتطور الآليات هذية وكيفاش تنجم تفوت الإنسان أو سمارتينج هيومانيتي. عندنا ضيف شرف، هو يعني سفير اليابان بتونس، قدم كلمة على التعاون نتاع بين تونس واليابان في مجال التكنولوجيات. هي فرصة للشباب زادة باش يجيوا يتعرفوا على المدرسة، يشوفوا الإنجازات بتاع المدرسة. وكذلك عندنا فضاء للانتداب، فما فضاء سباس كارير، ينجموا يمشيوا يتحدثوا مع الشركات اللي نتعاملوا معاهم، ينجموا يلقاوا فرص تاع تربص صيفي ولا مشروع تخرج ولا حتى انتداب نهائي. عندهم فرص اخرين باش يشوفوا لي زيكسبوزيسيون لي ستاند اللي موجودين لبرا. فما دي اسكن نسميهم توك اكسبير، يعني من خبراء دوليين يقدموا دي تيم سبيسيفيك في المجال هذايا. وهي فرصة كبيرة اللي زادا مش نقربوا بيكم انتم من الميديا وتعرفوا المدرسة وتعرفوا شو في سوسة. شكرا لك، يعطيك الصحة سي عارف. دونك اللي يسمع فينا تبع على وجهة إذاعة الشباب ولا طلبة اللي يسمعوا فينا، شنو اللي يميز المنتدى هذا المنتدى التاسع؟ اللي يميز المنتدى هذا يا سناء، لأن احنا خرجنا من الإطار العادي نتاع انه معناها نتحدثوا في مجالات معناها تهم نجم نقولوا السوق التونسية. احنا كمدرسة منفتحين على العالم، وطلبة متاعنا عندهم فرصة كبيرة باش ينجموا يخرجوا يقراوا لبرا ولا يعملوا بحث العلمي نتاعهم لبرا. ومن هذاك علاش ديما في كل منتدى نستدعوا سفير ويشوفوا طلبة مباشرة ينجموا يحكيوا معاه ويلقاوا فرص، وتكون لهم يعني فرصة باش يكونوا ديزامباسادور لينا نحن في الدول العالم ويرجعوا لنا بكفاءات أخرى.